عمر رضوان هو الجزار إعارة مش كده؟ الجزار إعارة. اتجددت إعارته، وبيكهام ابن هذا القطاع وتم بيعه. بيع، وفي احنا بنحط حق استرداد بمبالغ محددة. حق استرداد. أكرم توفيق إعارة، نفس وعمار حمدي إعارة. موجود لا لسه في الأهلي، عمار موجود، موجود في الأهلي لأنه مواليد 99، ورمضان صبحي طبعا نجم الفريق، ناصر أحمد ماهر حمدي إعارة، متاخد، وأحمد حمدي لا ما خدش أحمد حمدي، ما خدش أحمد حمدي. وطبعا أحمد ياسر ريان إعارة، وصلاح محسن نجم الأهلي. استبعد مصطفى شوبير لأنه سنه أصغر من الجيل ده، ونصر منسي وعمر مرموش ومحمد صادق وأحمد أيمن. استبعدوا محمد صادق، استبعد. مفاجأة بالنسبة لي ده. هو برضه في الآخر بيختار 21 أنا فقط. فاهم، أنا فاهم، أنا فاهم. يعني كان له أدوار كتيرة في الفترات الماضية، وده بتاع الإسماعيلي. البطولة قوية متقسمة مجموعتين ابتداء من يوم 8. المجموعة بتاعت مصر يا جماعة، لأنه هي فعلا عمر مرموش موجود ولا مستبعد؟ مستبعد. هو في الفترة الأخرانية يعني هو لعيب مرموش موهوب قوي، بس ما كانش موفق. هو حسابات المراكز أكيد طبعا بيبقى لها دور. مصر هتلعب مع مالي بيقودها ألو ديانج نجم الأهلي، ثم مع غانا، ثم مع الكاميرون. التلات ماتشات أتقل من بعض، وبيتأهل للتلاتة الأوائل يعني طرفي النهائي، واللي هيفوز بالميدالية البرونزية أو المركز التالت، دول التلاتة اللي هيروحوا طوكيو. وآخر مرة الكرة المصرية كانت في الأولمبياد كانت في لندن، الجيل بتاع محمد صلاح اللي شارك وراح معاهم معاهم وقتها كابتن احمد فتحي وبوتريكا ومتعب. بالظبط، دول اللي شاركوا في لندن 2012. على فكرة لكن عملوا ماتشات كويسة جدا. لكن 2020 يمر على مشاركة الكرة المصرية في الأولمبياد. يعني انت 2020 1920 في دورة أنتويرب في بلجيكا كانت أول ظهور للكرة المصرية في الدورة الأولمبية. فيعني عراقة تستاهل. حكينا احنا قبل كده ان 24 كان فيها المشكلة بالظبط بتاعت حسين حجازي رحمة الله عليه والكابتن مختار التتش رحمة الله عليه. 28 28 البطولة قوية جدا، تستاهل إن شاء الله الجمهور يلتف حواليها، خاصة إن شركة تذكرتي عملت تخفيضات لأسعار التذاكر وعملت تسهيلات كتيرة لحجز التذاكر عبر السيستم. فنتمنى ان شاء الله كل جماهير الكره المصريه تكون حريصه على مسانده المنتخب الاولمبي في البطوله، خاصه ان الثلاث ماتشات بتوع مصر هيكونوا في استاد القاهره ان شاء الله، ففرصه ان استاد القاهره ترجع له الجماهير بكثافتها في بطوله زي ديت. يا رب. استاد القاهره ده ازاي منشاه بهذا الرونق والكفاءه تبقى يعني مشاركتها في الكره المصريه ضئيله جدا. فنتمنى طبعا، وهو يعني وشه حلو الاستاد ده. نتمنى ان شاء الله.